وصفة جديدة من وصفات ملح وسكر وشهيوات الرمضانية. اليوم اختاريت نقدم لكم شوسون. هذه العجينة ديالها، هذه العجينة ديال لي شوسون ديجا كنت سبق لي درتها في يعني في المراحل الأولى ديال لي فيديو ديالي، ولكن ما فيها بس غادي نعاود لها. إذن عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، عندي قبصة ديال الملحة، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، عندي شوية ديال الحليب يعني تقريبا جوج معالق كبار، عندي بيضة واحدة، عندي معلقة كبيرة ونصف ديال الزبدة لينة، وعندي رشة ديال السكر باش غادي تبنن لنا هاد العجينه، وايضا عندي الماء. اذا انا غادي نعجنها قدامكم. اذا غادي نديروا المليحه ديالنا هكذا، غادي نعملوا الزبده غادي تكون رطبه بحراره الغرفه هكا صافي. غادي نخدم بيدي نخدمها هكذا بسم الله، ما كتاخذش الوقت بزاف هكذا. نبسوها شي شويش، وعاد ديك الساعات غادي نزيدو غادي نزيد البيضه صافي. غادي نخلط، نبداو بالخميره، غادي نديرو ديك شويه ديال الخميره اللي دابت لينا مع الحليب، عفوا مع شويه ديال الماء المدافي، لان غادي نزيد هنايا شويه ديال الحليب باش نحرك هذيك الخميره مرصيه عندي لتحت هكذا، وغادي نخدم صافي. الملح عفوا الحليب غادي نزيدو تدريجيا حتى تجمع لي، غير ان فوا كتجمع صافي كنحبسو، ما نزيدوش الحليب. غادي نزيد واحد القطيره حيت هنا علاش باش ما تجيناش جاريه، يعني غيكون منها الماء منها فيها فقط. غادي صافي هكذا شي قطيره صافي، وغادي نجمعها ونتلاقاو. الحشوه ديالي ها هي دي كيف كتشوفوا، بعد ما جمعت كاع داكشي اللي كاين في القاع ديال لو بول، غادي هكذا نخدمها بشويه بيدي، ضروري ما نعجنوهاش شويه غير هكذا بيدينا حيت هي راها رطبه. غادي نغطي عليها بالفيلم اليمونتير غير هكذا صافي، وغادي نخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها صافي، ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نعمرهم واش من الحشوه اللي غادي نستعملو. اذا الحشوه اللي غادي ترافقنا هاد لي شوسون اولا اللي غادي نعمرو بهم هاد لي شوسون، عندي كميه ديال النقانق هنا ديال لاداند لا سوسيس، عندي هنايا القزبر المعدنوس، عندي واحد نص بصله مع واحد النص ديال البوارو لان كتجي زوينه هنا بالبورو، عندي نص فلفله مقطعه صغير مكعبات، عندي نص مطيشه اولا مطيشه صغيره مقطعه محيدي ليها الزريعه ومقطعينها هكذا صغيره، عندنا التوابل عندنا الملحه والابزار شويه الزنجبيل شويه ديال الفلفله الحمراء الكمون، وعندي شويه ديال الهريسه غادي نجبدها، وعندي الزيت. اذا نشرعوا على بركه الله، غادي نديروا شي شويه ديال الزيت ما نكثروش، لان كيف كتشوفوا لي سوسيس كيكونوا شويه مدومين. غادي ناخذوا لي سوسيس بحال هكذا، ناخذوا المقص ونبداو كنقطعوهم على هذا الشكل قطع صغيره هكذا باش نبداو نقليو فيهم. وغادي نقليو معاهم البصيله ديالنا ديالنا، انا غادي نكمل ونتلاقاو باش نكملوا المراحل كامله. سمحوا لي انني بديت بالسوسيس ولكن خصنا نبداو بالبصله، راني زولتو من المقله. غادي نديروا البصيله ديالنا بحال هكذا مع هذيك شويه ديال البوارو، غادي نردو هادشي يتشحر، نزيدو موراه الفلفله حتى هي تهبط
ونزيدو الطقم المطيشه، عاد نزيدو لي صوصيس. اذا باش ما نطولش عليكم يعني في المراحل، هادو هما المراحل اللي غنديرو. قلنا غنعملو البصله تشحر شي شويه، نزيدو موراها الفلفله مطيشه، ومن بعد لي صوصيس هما الاخرين، ونتبلو بالتوابل اللي بغينا حنايا. كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي راني فتحتها، حليتها بالمدلك بعد ما ندردرنا شويه ديال الدقيق. صافي غادي نبقاو نقطعو هكذا دوائر هكذا، من الاحسن نخدمو على شي طبله لان على الرخام كيبقى كيزلق لينا الدقيق اولا العجينه كتزلق هكذا، حتى نكملو العجينه كامله. صافي نحيدو الفائض من العجين بحال هكذا، ونوريكم كيفاش غادي نعمرو بالحشوه اللي خليتها تبرد. الحشوه ها هي دي واجده، اذا غادي ناخذ واحد الجزء اولا قرص من هاد العجينه هذه. دائما الوجه ديالها هو اللي غادي يكون لتحت. غادي نوريكم كيفاش غادي نعمر. صافي غادي نديروا لها هكذا. صافي ناخذ شويه من الحشوه اللي بردات، غادي نعملوها هكذا في الوسط. غادي نردوا هاد الجزء هكذا، دائما نخدموا بيدينا هكا. صافي نحاولوا هكذا نقادوها، نسوديو هاد الجناب بالفرشيطه على هاد الشكل. صافي وكنحطوهم في اللاطه هاد الشيء على هاد الشكل هكا. شوفوا كنظن راه باين. صافي غادي ندير شويه الدقيق ضروري هكذا، غادي هكذا نسرحوها، ما كنحتاجو لا نلصقوها حتى بشي حاجه. صافي كناخذوا شويه ديال الحشوه هكذا في الوسط هكذا، ندورو هاد الجزء هكا. دائما هاد جوج صباعنا يدفعوا الحشوه لداخل باش ما تخرجش على برا. صافي هكا ناخذوا الفرشيطه هكذا، ونبقاو نضغطوا عليها في الجانب باش ما تخرجش الحشوه، تعطينا منظر جميل هكذا. انا غادي نكمل بنفس الطريقه، نزيد لكم وحده باش تشوفوا هكذا. سهله ماشي شي حاجه صعيبه. سمحوا لي راني مزروبه بزاف وقريب الوقيته ديال الفطور. والله الا تمنيتكم ان شاء الله تفطروا معايا، علاش لا، مرحبا بكم. هكا صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه، نعمر الدوائر اللي عندي وندهنهم بالبيضه وندخلهم الفران. والا ما تلاقيناش ان شاء الله غادي نتلاقاو ان شاء الله في التقديم الاخير ديال هاد لي شوسون هادو.